والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون فيديو جديد ومختلف هنا على القناة، وفيديو النهاردة هنشرح مميزات برنامج كاب كات بطريقة احترافية جدا وهتسهل عليك المونتاج. وبس كده يا ابطال، قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة حابب اشكركم على الدعم اللي حصل الفترة اللي فاتت، مع اني مقصر معاكم شوية، بس ان شاء الله هنرجع ونظبط الكلام مع بعض. بس قبل ما نبدأ أي حاجة زي ما احنا متعودين، ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك. لو الفيديو ما عجبكش برضه اعمل لايك، عشان كده كده هيعجبك الفيديو أصلا، وكومنت جميل كده لو الفيديو عجبك يشجعني أنا أستمر في الفيديوهات دي أكتر وأكتر. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان أول ما أنزل فيديو جديد يوصلك إشعار على طول إن أنا نزلت فيديو جديد، تخش تروق الكلام كده أبطال. وبس كده طولت عليكم ونخش في فيديو النهاردة على طول. أول حاجة هنفتح برنامج كاب كات وهيظهر معانا بالوجه ده يا شباب، هندوس على كلمة نيو بروجكت ونضيف أي فيديو احنا عايزين نعدله سريعا كده مع بعض. أول حاجة يا شباب، بعد ما بتضيف الفيديو زي ما انتم شايفين كده بتلاقي اللوجو بتاع كاب كات ده دايما في نهاية كل فيديو، يعني أول ما تيجي تعمل مشروع بتلاقي الفيديو ده، فبتضطر إن انت تعمله ديليت على طول من البرنامج زي ما انتم شايفين كده. تعالى أحللكوا الطريقة دي وأخليك أول ما تيجي تعمل مشروع ما تلاقيش العلامة دي خالص. تابع معايا واحدة واحدة كده، الخطوة دي مش هتاخد منك ثانيتين على بعض، هنخرج مع بعض خالص زي كده خالص اللي هي الصفحة الرئيسية للبرنامج، هندوس على علامة الإعدادات اللي فوق على اليمين، وبعد كده نلغي الخيار اللي متفعل ده، هندوس عليها زي كده ونختار الكلمة اللي تحت كده. اول حاجه احنا لغينا العلامه، هنرجع خالص ونضيف مشروع تاني زي ما انتم شايفين كده، مش هسرع لكم اي حاجه في الفيديو. بعد ما ضفنا المشروع زي كده بصوا معايا كده، هتيجوا في الاخر خالص مش هتلاقي اللوجو بتاع كاب كات ده نهائي خالص. وبكده انا حليت لك مشكله اللوجو بتاع كاب كات اللي بيبقى في نهايه كل فيديو. تعالى بينا نخش على الميزه التانية في برنامج كاب كات. والميزه التانية ميزه جميله جدا وكل الناس بتدور عليها، تعالى اعرفك ايه هي الميزه دي. الميزه دي ابطال لو انت مثلا بتفكر ان انت تعمل محتوى رياكت اللي هو تظهر بوشك بس كده في المقطع، وتبدا ان انت تتكلم مثلا ايه، بتتكلم عن واحد مثلا بياكل اكل، واحد بيشرب، واحد بيعمل مقلب، اي حاجه عايز تبقى ظاهر في حته في الفيديو، تعالى اعرفك ازاي تظهر بطريقه سهله جدا. بس اهم حاجه تكون مصور فيديو ليك وانت بتتكلم. اول حاجه هندوس على اوفرلي، بعدين اد اوفرلي، ونضيف الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه بالشكل ده. ركز معايا كده في الخطوات دي عشان تعرف تظبط الفيديو معايا. وبعد ما ضفت الفيديو اللي انت متكلم فيه، طبعا ده فيديو عشان الشرح، هنضغط على الفيديو بالشكل ده، بعد كده نمشي كده على اليمين ونختار كات اوت، وبعد كده ريموف باك جراوند، وتستنى طبعا الفيديو يحمل معاك كده. كده خلفيه الفيديو بتتشال، وانا هحاول على قد ما اقدر ما اسرع لكمش اي حاجه في الفيديو عشان تبقى كل حاجه واضحه قدامكم، مفيش اي مشكله. ولو في اي حاجه وقفت معاك اكتب لي تحت في الكومنتات او كلمني على الانستجرام، هرد عليكم على طول. ويلا بينا نكمل بقى الفيديو. وبعد ما خلصت زي كده هندوس على علامه الصح، ونبدا ان احنا نصغر الفيديو بتاعنا ونحطه في مكان اللي احنا عايزين يظهر في الفيديو. يعني مثلا احنا بتكلم مثلا في الحته دي، فعايز الفيديو يظهر ايه في الجزء اللي تحت على اليمين تحت على الشمال، تبدأ ان انت تظبطها واحده واحده زي كده. وبس كده بعد ما بتظبط الفيديو بتاعك بتدوس على علامه السيف اللي فوق على اليمين وبتسيف الفيديو بتاعك. وبس كده انا عرفتك ازاي تضيف فيديو ليك على فيديو تاني شرح او حاجه انت عايز تعملها مثلا على فيديو او رياكت مثلا حاجات زي كده. وبس كده دي الميزه التانيه. تعال اعرفك الميزه التالته سريعا كده مع بعض. دلوقتي انت بتقلب على اي منصه على السوشيال ميديا، فعجبك فيديو وعايز تاخد منه الصوت بتاعه، تمام كده هتحمل الفيديو بتاعك الجميل، وبعد كده تدوس على كلمه اوديو، بعد كده الفولدر ده هتخش عليه وبتضغط على الفيديو اللي انت حملته من المنصه بتاعت السوشيال ميديا اللي احنا قلنا عليها في الاول دي. وبس كده هتلاقي الصوت الجميل بتاعك اللي انت حملته، هتلاقي اتضاف على الفيديو اللي انت عايز تضيف عليه الصوت زي ما انت شايفين كده، بطريقه احترافيه جدا وسهله جدا ومش هتاخد منك 3 4 ثواني على بعض، وهتلاقي الصوت اتضاف على طول من غير ما تحمل الاغنيه بقى وتقطع الحتت والكلام ده كله. هتحمل الفيديو وتاخد الصوت بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها في الفيديو ده. وبكده انا عرفتك ازاي تضيف صوت من اي فيديو انت شفته على السوشيال ميديا. تعال نشوف الميزه اللي بعدها على طول. الميزه اللي هتكون معانا دي ميزه الكي فريم، وهعرفك اهميتها دلوقتي حالا. هنضيف مثلا اي صوره احنا عايزينها بالشكل ده. عشان نعرف نستخدم ميزه الكي فريم دي هنضغط على الصوره مثلا او الفيديو اللي احنا عايزينه، وهندوس على علامه الزائد اللي فوق دي. كده احنا عملنا ايه؟ بدايه الكي فريم، تمام. احنا عايزين مثلا في نص الصورة زي كده عايزين يحصل زوم للصورة بتاعتنا او الفيديو بتاعنا، هنعمل زوم بالشكل ده مثلا. برضو احنا ايه عايزين برضو بعدها بشوية يتحرك يمين مثلا، هنيجي برضو بعدها ونقوم محركين الفيديو او الصورة بتاعتنا بالشكل ده، تمام. زي ما انت شايفين كده كل حاجة واضحة قدامكم، لو في اي حاجة وقفت معاك اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده يلا بينا نشوف النتيجة مع بعض.
بصوا زي ما انتم شايفين كده الزوم احترافي جدا، وبصوا الميزه دي بصراحه لو انت فهمتها تسهل عليك كل حاجه في المونتاج حرفيا. الميزه دي جميله جدا وهتساعدك في كل حاجه في المونتاج في الفيديو بتاعك. وبس كده بعد ما تخلص مشروعك اللي انت عملته زي ما احنا شوفنا طبعا في كل الشرح من بدايه الفيديو لحد دلوقتي، بتدوس على العلامه اللي فوق على اليمين وبتعمل سيف للفيديو بتاعك بعد ما تخلص طبعا كل حاجه انت عايز تعملها في الفيديو بتاعك. وبكده ابطال هيكون وصلنا لنهايه شرح فيديو النهارده، واتمنى الفيديو يكون عجبك عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش اللايك الجميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ولو في أي حاجة وقفت معاك اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واكتبوا لي برضو عايزين الفيديو الجاي يبقى عن ايه. وبس كده دي هتكون نهاية فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.